اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في زوم. اليوم غادي نركزوا جميع باش نوضحوا كل ما يتعلق بالخدمه العسكريه وبالخصوص في صيغتها الجديده. شنو هي الخدمه العسكريه وعلاش جات الخدمه العسكريه؟ الخدمه العسكريه واجب وطني كتهدف لإدماج الشباب في كل ما تيهم البلاد ديالنا، سواء من حيث الدفاع عليها وعلى التوابيت الوطنيه والوحده الترابيه، او من حيث تكوين الشباب وتطوير المهارات ديالهم. كيفاش غتمكن الخدمه العسكريه من ادماج هاد الشباب؟ بالنسبه للنقطه الاولى، الشباب اللي غادي يلتحقوا بالخدمه العسكريه غادي يستافدوا من تكوين عسكري نظري وتطبيقي. هذا التكوين غادي يتعزز التدريب عسكريه لتطوير القدرات الجسمانيه واكتساب شخصيه قويه. من جهه اخرى، المجند في اطار الخدمه العسكريه تيتلقى دروس لتعزيز وتقويه القيم الاجتماعيه والاخلاقيه اللي كتزيد تنمي عنده حس المسؤوليه، احترام الذات واحترام الاخر وروح العمل الجماعي. بالنسبه لتاهيل الشباب وتطوير المهارات ديالهم، الخدمه العسكريه وبالخصوص في صيغتها الجديده غادا تمر في جوج المراحل. المرحله الاولى اللي المده ديالها 4 شهور غادي تخصص للتكوين العسكري والبدني ديال المجندين، والمرحله الثانيه اللي المده ديالها 8 شهور غادي يتوزعوا فيها على مختلف الوحدات العسكريه، وغادي يتلقاو بالاضافه للتكوين العسكري تكوين في عدد من المهن والحرف اللي يمكن يستافدوا منها. المؤسسه العسكريه مستعده لاستقبال الشباب اللي غيؤديوا الخدمه العسكريه. فين كيتجلى هذا الاستعداد؟ المسؤولين على الخدمه العسكريه وجدوا كل ما يلزم باش المجند يقضي فتره التكوين في احسن الظروف وتاهله يكون في خدمه بلاده ويطور قدراته. اليوم افاق جديده كتفتح امام الشباب المغربي. شبابنا اللي توصلوا بالاشعار مطلوب منهم يتسجلوا عبر الموقع الالكتروني www.tajnid.ma في اقرب وقت. الشبان الاخرين والشابات اللي بغاو يؤديوا الخدمه العسكريه وعندهم ما بين 19 و 25 عام في نهايه السنه الجاريه، يمكن لهم كذلك يتسجلوا في نفس الموقع الالكتروني. الى اللقاء. الخدمه العسكريه مفخره وطنيه وافاق واعده.